قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. شكون؟ الأمم السابقة، الأجيال السابقة، الناس اللي فاتوك. راه ضروري خاصك تعلم من تجارب الناس اللي فاتوك. واحد الحاجة، انت دابا راك بصدد انك فحال باغي دير واحد المشروع. ملي كتبغي تبدا واحد بروجي معين شنو كدير؟ كتمشي تسول الناس اللي مديرينو، الناس اللي فيت ليهم كانوا داروه. كتبقى دير واحد اليوتيوب، دراسة إحصائية، شنو هما لي ريسك اللي خاصني نتجنب باش انا ما نخسرش. وراه نفس الشيء، انت باغي تبدا القراية ديالك في لافاك، راه خاصك دير اون ايتيود ستاتيستيك. غادي تاخذ مثلا واحد 10 سنين اللي فاتت وشوف الناس اللي دازو في لافاك شنو، كيفاش كانت العاقبة ديالهم، شنو دارو من لافاك، واش مشاو مزيان. حتى الا كانت نسبة كبيرة من الناس اللي غادي تسول تلقاهم في شنو، فراه لابد غادي تستافد منهم شي حاجة. غادي تستافد حتى هما الحوايج اللي دارو وخلاهم يفشلو بطبيعة الحال. حتى الا كانوا كاع هما فشلو، واش زعما كاع الناس اللي في لونتوراج ديالهم حتى واحد ما داز؟ كاع دوك الناس اللي قراو معاهم في لافاك حتى واحد فيهم ما دار شي حاجة؟ حتى واحد فيهم ما سلت؟ حتى واحد ما صفى راسو؟ كيف ما الا مشيتي لاي بلاد في العالم غادي تلقى فيها ناس اغنياء، ناس فقراء. نفس الشيء حتى في لافاك غادي تلقى ناس نجحوا وناس فشلوا. واخا نسبة كبيرة من الناس اللي كيدوزوا في لافاك كيفشلوا لاسباب كثيرة جدا، ما كتكونش عندهم رؤية واضحة على شنو كاين في لافاك، شنو كاين من بعد لافاك، شنو الحوايج اللي خصهم يديروا في لافاك. ولهذا بغيتك انت تستافد من التجارب ديال الناس اللي فاتوك باش الاخطاء اللي داروا هما انت ما تعاودهمش. ما نبقاوش نعاودوا حنا نفس الاخطاء، باش الاخطاء اللي دار فلان انا نتجاوزهم، انا نتجنبهم. ما خصكش تكون غادي وتعاود نفس الاخطاء ديال الناس اللي داروا. وحتى دوز حتى انت سنوات في لافاك عاد تبدا تقول يا ريت كنت عارف هذا الشيء في الاول. يا سيدي عرفوا انت دابا، ماشي حتى توصل لديك النقطة عاد تبدا تقول يا ريت كنت عارف هذا الشيء في الاول. لا، عرفوا انت من الاول، سير يا سيدي انت من الاول ناضي. هي راه مزيان حنا من الاخطاء كنتعلموا، ولكن راه الحياة ما غاداش تسمح لك باش دير الاخطاء كاملين باش تقدر تتعلم. خاصك تحاول انك حتى من تجارب الناس الاخرين. الا وصلتي لهذا البوان انك تولي تتعلم من تجارب الناس الاخرين غادي تنقص على راسك بزاف ضغط. انا ما غاديش نكون غبي، ما غاديش نبقى نعاود نفس الاخطاء اللي داروا الناس الاخرين. انا خاصني ندوز لحاجه واحده اخرى. الغبي هو اللي ما كيتعلمش من الاخطاء ديالو، والمعلم هو اللي كيتعلم من التجارب ديالو. ولكن انا ما بغيتكش تكون غير معلم، انا بغيتك تكون حكيم، انك ماشي غير تتعلم من التجارب ديالك، وانما تتعلم من التجارب ديالك ومن التجارب ديال الناس الاخرين، وتحاول تجنب الاخطاء اللي داروا الناس الاخرين. الا كان شي واحد خلافك في الاول وما كان عارف والو تقولب، انت ما خصكش تقولب. انا علاش قلت لك دير هاد الدراسه في المشروع ديالك ديال الدراسه في لافاك؟ علاش؟ لانه باش تعرف راسك شنو كيتخصك. كيتخصك تعرف التاريخ ديالك، الماضي ديالك. ولا عرفتي الماضي ديالك باش غادي يمكنك غادي تقدر تفهم الحاضر، الحاضر ديالك دابا انت شنو كتعيش. ولا فهمتي الحاضر ديالك غادي تمكن انك تبني المستقبل ديالك. ودابا انت شنو تدير؟ انت دابا في طور بناء المستقبل ديالك. اذا باش نعرف لافاك خاصني نعرف التاريخ ديال لافاك، نعرف احصائيات على لافاك، ونستافد من هذا الشيء. واخا تلقى نسبة كبيرة ديال الناس اللي دازوا من لافاك عانوا ومازال تيعانيو اليوم، فانت خاصك تاخذ منهم باش انت ما تعانيش. انت خاصك تمشي من الانطلاقة ديالك من الاول، تمشي مزيانة، ما نعاودش ندير نفس الاخطاء اللي داروا هما ونبقاو ندورو في نفس الحلقة. لا مبلاش، الا جيتي لافاك راك ماشي فاشل وما غاديش تفشل ان شاء الله، ولكن تعلم من عاقبة الاخرين. حاول تصنع التاريخ وتصنع المجد وتصنع الفرق وتخلق الاستثناء كيف ما ذكرت في الفيديو قبل. وراك ماشي فاشل، ما غاديش تفشل ان شاء الله. وغادي نسميك فاشل نهار غادي توقف وتستسلم وتدخل مع الاغلبيه ديال الناس وتولي تقول اذا عمت هانات، وتولي غادي مع الحياه وغير نفاليدي وندوز للسيمستر الجاي. المهم هو ناخذ اجازه، المهم هو راني كنقرا. لا لا لا، ما ديرش بحال عامه الناس. تعلم من تجارب الناس وحاول تصنع الفرق، واذا عزمت فتوكل على الله. اللهم يسر.